أما وكالة الصحافة الفرنسية فقد أفادت أن حالة من الإحباط والتمرد تسود أروقة وزارة الخارجية الأمريكية، فيما يدور الحديث عن التخطيط لعصيان في الوزارة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة. وبحسب الوكالة الفرنسية فقد أقر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالأثر العاطفي الذي تركته الحرب بين إسرائيل وحماس على موظفيه، وسط تقارير إعلامية أفادت عن التخطيط لعصيان داخل الوزارة احتجاجا على طريقة تعامل واشنطن مع هذا النزاع. وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولا واحدا على الأقل في الخارجية الأمريكية قدم استقالته احتجاجا على نهج إدارة بايدن في التعامل مع الأزمة، حيث أوضح جوش بول أن استقالته جاءت بسبب الخلاف حول السياسة المتعلقة بمساعدة واشنطن الفتاكة المستمرة لإسرائيل.